في حلقة جديدة من ريمونتادا الأهلي النهاردة هو الحدث الأهم والأكبر ما في شك بعد فوزه الثاني في كاس العالم من الأندية وتفوقه على فريق سياتل الأمريكي بهدف دون رد هدف المباراة الوحيد سجله محمد مجدي أفشا في الدقيقة 88 من عمر الماتش بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء الأهلي كده وصل نص نهائي كاس العالم عشان يواجه ريال مدريد في مباراة ناس كثير هتكون مستنيها بنبارك للأهلي ونتمنى لي كل التوفيق في رحلته العالمية ويفرح جماهيره دايما وقبل ماتش الأهلي كانت في مواجهة قوية بين الوداد المغربي بطل أفريقيا والهلال السعودي بطل أسيا واللي وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة واحد واحد الفريقين لجوا ضربات الترجيح ونجح الفريق السعودي في الفوز على أصحاب الأرض بنتيجة خمسة ثلاثة عشان تأهل موجة فلامينغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ومن كاس العالم الأندية للكرة المحلية والبداية مع الزمالك والنهاردة قاد فريرا تمرين الفريق بعد عودته استعلان لمواجهة فاركو يوم الاثنين اللي جاي في الدوري ومستمرين في أخبار الزمالك أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق عقد جلسة مع لعيبة الزمالك قبل التمرين في حضور فريرا أمير اتكلم في أمور خاصة بالاستعداد للفترة اللي جاية وأهميتها في مشوار الزمالك وطلبهم بضرورة التركيز وحرص أمير على الترحيب بالمدرب البرتغالي بعد رجوعه لقيادة الفريق مرة ثانية ولسه مستمرين مع الزمالك والنهارده الونش كان موجود في تمرين الفريق بعد عودته من قطر وانتهاء المرحله الثانيه من التاهيل لانه كان مصاب بقطع في وضع العضله الخلفيه لعيبة الزمالك نظموا ممر شرفي للترحيب بالونش بعد غيابه فتره كبيره عن الملاعب بنتمنى التوفيق للونش في المرحله اللي جايه ويرجع يدعم فريقه ومن الزمالك لأمبي والنهاردة أعلن نادي البترولي التعاقد مع تامر مصطفى لتدريب الفريق بعد رحيل طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق تامر مصطفى هو المدير الفني الثالث للأمبي في الموسم الحالي بعد أحمد كشري وطلعت يوسف ومن الكورة المحلية للكورة العالمية وليفربول بيواصل التراجع بخسارة كبيرة بنتيجة 3-0 على إيد فريق غولفر هامبتون. محمد صلاح شارك من بداية المباراة لحد آخرها ولكن للأسف ما قدرش ينقص فريقه من الخسارة اللي تعرض ليها النهاردة وفي الدوري السعودي فريق اتحاد جده بقياده احمد حجازي وطارق حامد بينجح في الفوز على الطائي بنتيجه 1-0 في الجوله 15 من عمر المسابقه الثنائي المصري شاركوا بشكل اساسي من بدايه الماتش لغايه الاخر وساهموا بشكل كبير في فوز الاتحاد بالثلاث نقط وبكده تكون خلصت اخبار النهارده ولسه مكملين بعد الفاصل مع كابتن محمد بركات